سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر. فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب السطع هي اللحمة. كفك من غصن الريحان ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان. لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، الإصابات بالغة وهناك بعض الحالات الخطرة، وليس لدينا من الأدوية والمواد ما يكفي لإسعافهم. يجب أن نتحصل على ما نحتاج بأية طريقة ونخزن البعض. نعم، فالأمر لن ينتهي إلى هذا، بل سيتفاقم، خاصة بعد أن مات أحد المماليك. ألا يعرف أحدكم أين ذهب عبد الباقي بعد ما حدث في السوق؟ يقولون إن الناس قاموا بتهريبه قبل أن يمسكوا به، ولكن لا يعرف أحد أين اختبأ. من كان يتوقع كل هذه المصائب؟ المماليك لن يتغيروا أبداً، سيظلون على ظلمهم وفسادهم. لا وقت الآن لهذا الحديث سعيد، فلتذهب الآن مسرعاً إلى المارستان. لما يا شيخ يحيى؟ لتأتي بالطبيب خليل رئيس المارستان، هو الذي يستطيع أن يطبب هؤلاء ويوفر لنا كمية الدواء والأدوات التي نحتاجها. أمرك يا شيخي. ولتكن متخفيا عن الأعين يا سعيد، أعين الظالمين. اقترب يا عبد الباقي، ما بك؟ لما الارتجاف وأنت في مكان ذكر وعبادة؟ أنت في الخنقاة يا ولدي، هدئ من روعك. بل ارتجف من أهل الدنيا يا شيخ حسن. من آذاك يا عبد الباقي؟ أنا من آذيت أحدهم، قتلت جنديا من المماليك في عراك بالسوق. هل ما تقوله حقا؟ لم أكن أقصد، أقسم لك، كنت أدافع عن الناس وممتلكاتهم، وكان المملوك
يضرب رجلا عجوزا. أبعد كل هذه السنوات من الانقطاع عن خنقاه سعيد السعداء وجلسات الذكر تأتيها وخلفك هذه المصيبة يا عبد الباقي؟ يا شيخ حسن، أقسم أني لا أريد أن ألقي بك أو بالخنقاه في هذا الأمر. لما اخترت هذا المكان للاختباء يا ولدي؟ لم يخطر ببالي غيره، كان يرتاح فيه قلبي، ورجوت أن يكون منقذي في هذه الأزمة، ولكن إن أمرتني أن أخرج من هنا حالا فسأفعل. لقد اخترت المكان الصحيح يا عبد الباقي. تفضل أيها الطبيب، جئت في الوقت المناسب. معقول يا شيخ يحيى؟ كل هؤلاء أصيبوا في العراك مع المماليك؟ نعم، وهناك بعض الحالات الخطرة أرجو أن تبدأ بها. لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنها كانت حربا ضارية. فرقة مارقة من المماليك نزلت إلى السوق مسلحة، نهبوا ودمروا وضربوا الناس، ولكننا وقفنا لهم بالمرصاد حتى طردناهم من السوق. فلتكمل مهمتك وتساعدني أيها الشاب. أمرك أيها الطبيب. ضع هذا الدواء في قارورة واخلطه بهذا المحلول وأتني به فورا. يا شيخ يحيى، أريدك في أمر ما. هات ما عندك يا سعيد. سمعت أحدهم يقول إن أخاك المعلم عبد الباقي وصل إلى خنقاه الصوفية سعيد السعداء واختبأ بها. الخنقاه؟ يبدو أن الأمر لن ينتهي إلى هذا الحد. يصيبون جنود المماليك ويقتلون أحدهم؟ كيف حدث هذا أيها القائد؟ اشتبك المصريون معهم في سوق القاهرة يا مولاي زين الدين، وكانوا كثيرين، فأحاطوا بالجنود من كل جانب. السوق؟ وما الذي دفع هؤلاء المماليك لترك القلعة والنزول إلى السوق؟ كل ما نعرفه حتى الآن يا مولاي أن عراكا عنيفا حدث هناك، وأن أحد المماليك قد قتل. أي هراء هذا؟ وأي استهزاء بنا وبسلطة المماليك؟ أيها القائد، أمرك يا مولاي. اقبضوا على كل من فعل هذا بجنودنا من تجار السوق أو من المجاورين للأثر، كل من شارك في تلك الفعلة الحمقاء. سنتحرك في الحال يا مولاي. أريد تلقينهم درسا لا ينسونه، ليحذر كل من تسول له نفسه المساس بالمماليك مرة أخرى. أيها الجنود، لقد اعتدى المصريون في سوق القاهرة على إخواننا من المماليك، أصابوهم وكادوا يفتكون بهم جميعا، وعلمنا أن أحد المماليك سقط قتيلا، ولا نعرف ما الذي فعلوه به حتى الآن، وهرب من قتله مختبئا في سعيد السعداء، خنقاه المتصوفة، فلنقبض عليه بأي ثمن، ولنذق كل من شارك في هذا الاعتداء على المماليك عذابا شديدا. هل أنتم جاهزون؟ جاهزون. تحركوا. رآهم الناس وقد خرجوا من القلعة مدججين بالسلاح. سينزلون إلى سوق القاهرة والأزهر، وسيقبضون على كل من يجدونه في طريقهم، وسيذهبون إلى عبد الباقي ويقبضون عليه من سعيد السعداء، وربما يدمرونها. إنهم قادمون يا شيخ يحيى. اهدأوا أيها الشباب، إن كانوا مدججين بالسلاح فنحن مدججون بالحق، وسنتصدى لهم بإذن الله. ماذا تقترح يا شيخ يحيى؟ أن نقاتلهم؟ بل نحمي أنفسنا منهم أولا، ونخرج إلى الخنقاه لنحميها، فلا يمسونها بسوء. وإن قتلونا؟ لا نبادرهم القتال، ولكن إن فعلوها وبغوا مرة أخرى فلنصد عن أنفسنا. فلنجمع الرجال إذن من السوق وأهل القاهرة ليكونوا سندا للمجاورين وطلاب الأزهر. نعم، فتلك معركة لأهل القاهرة جميعا ضد الطغيان. لا نريدها معركة، بل نريد أن نقف بالحق في وجه من يفسدون ويبغون بالباطل. تجهزوا أيها الناس، واصبروا واحتسبوا. أدركنا، أدركنا يا شيخ حسن، أدركنا. ماذا حدث يا بني؟ الجنود المماليك في طريقهم إلينا. هل أنت متأكد مما تقول؟ نعم يا سيدي، يبدو أنهم علموا بأن المعلم عبد الباقي يختبئ هنا. اذهب وأخبر الجميع، وأغلقوا أبواب الخنقاه وأمنوها جيدا. أمرك يا شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله.
اللهم أجرنا من هذا البلاء وانصرنا بنصرك يا ذا القوة المتين. أنا آسف يا شيخ حسن، يبدو أنه لا مفر. فيما تفكر يا ولدي؟ سأسلم نفسي لهم، لن أدعهم يقتربون من الخنقاء ويعتدون عليها. وهل هذا هو الحل؟ أن تسلم نفسك فيقتلوك دون محاكمة عادلة؟ أفضل عندي من أن يتأذى أحد آخر بسببي، وخاصة هذا المكان وأهله الطيبين. لن يؤذينا أحد يا ولدي، لا تخف وتوكل على العزيز الجبار، سيجعل الله لنا مخرجا من كل هذا. بأمر من القائد زين الدين بن عبد الباسط سنقاتل أي شخص يتعرض لنا حتى ننجز ما شئنا لأجله. تنجز ماذا؟ تكمل اعتداءك على الناس والممتلكات؟ نقبض على من اعتدى على جنودنا أو نقاتله فنقتص منه ومن كل من سيعترض طريقنا. هل فهمت؟ لن يقترب أحد من هذه الخنقة، إنه مكان للذكر والعبادة وسنحميه بأرواحنا. هل تفهم؟ سأنفذ أوامري مهما يكن الثمن، ونحن سندافع عن أنفسنا وممتلكاتنا مهما كان الثمن.